مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم وأطيب الله مساءكم بكل الخير، ومرحبا بكم في عدد متجدد من برنامج وان تو. اليوم لنا لقاء مشاهدينا مع لعبة أطلق عليها المصريون في الأربعينيات من القرن الماضي اسم كمال الأجسام، في حين أن الترجمة الحرفية لها بالعربية تعني بناء الأجسام، إلا أنها انتشرت وعرفت بهذا الاسم. أعزائي المشاهدين، قبل الخوض في هذه الرياضة نستعرض أهم أخبار الدوري الإماراتي وكذا تحليل دوري الخليج العربي، فابقوا معنا. النواخذ يحلق بالدرع الأولى. في احتفالية مميزة توج يوسف السركال رئيس اتحاد كرة القدم فريق ديبلف جيرا بدرع دوري الدرجة الأولى، والذي يناله النواخذ للمرة الأولى بعد فوزه أمس في ملعبه على الذيد بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ليبلغ النقطة 50 متربعا على قمة الدوري، فيما ظل الذيد برصيد 21 نقطة. وعقب إطلاق الحكم صافرته توجه اللاعبون نحو المدرجات بتحية الجمهور الكبير الذي أزرهم طوال المباريات الموسم، ونزلت الجماهير للاحتفال بهذا الإنجاز، وحملت اللاعبين والمدرب طارق السيد على الأعناق مكررة ذات المشهد الذي حدث قبل عامين، وزينت الألعاب النارية الملعب وانطلقت مواكب الأفراح تجوب المدينة. صدارة إماراتية للناشئين في خليجي التايكواندو. رصد اللاعبون الإماراتيون وجودهم من خلال أدائهم العالي وإحرازهم أكثر من لقب في فئة الناشئين في أحداث اليوم الأول لبطولة مجلس التعاون الخليجي للتايكواندو التي انطلقت مساء الجمعة بمشاركة نحو 100 لاعب، والتي ينظمها نادي الشارقة الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتايكواندو والكاراتيه. وسيطر لاعبو الإمارات على المراكز الأولى في العديد من فئات الناشئين لليوم الأول، حيث حاز اللاعب سلطان صلاح مغاور من الإمارات المركز الأول لفئة وزن الناشئين 33 كيلوغرام. وفي فئة وزن الناشئين 37 كيلوغرام حاز اللاعب عبد الله فؤاد عتيق من البحرين على المركز الأول، فيما حاز اللاعب عبد الله غلوم من الإمارات على المركز الثاني. وفي فئة الناشئين 41 كيلوغرام توج اللاعب منصور فيصل عبيدلي من الإمارات بالمركز الأول. محمد بن راشد يتابع الإنجازات الجديدة لخيول الإمارات. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مساء أمس سباق 2000 جينيس الإنجليزي الكلاسيكي على مضمار نيو ماركت العريق بإنجلترا بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. وتوج فريق غودولفين بطلا للشوط السادس من سباق الجينيس الإنجليزي ممثلا بالمهر بيست أوف تايمز وبإشراف المدرب سعيد منصرور وقيادة الفارس جيمي سبينسير ولمسافة 1.25 ميل. بهذا الإنجاز الجديد تضيف خيول الإمارات إلى رصيدها إنجازا آخر يضاف إلى سلسلة تاريخها الحافل بالإنجازات خاصة في الجينيس الإنجليزي، والتي حققت من خلاله نتائج باهرة في الأعوام الماضية. خيمة أولمبية في ماراثون زايد الخيري بنيويورك. بتوجيهات من أحمد بن محمد بن راشد تتواصل التحضيرات للدورة 11 لماراثون زايد الخيري في نيويورك الذي سيقام يوم 30 مايو الجاري في حديقة سنترال بارك الشهيرة، حيث يحظى سباق العام باهتمام واسع من المؤسسات الرياضية المساهمة في رعاية الحدث، وكذلك المؤسسات الرسمية التي رأت في الحدث الناجح فرصة ذهبية لتعزيز الدور الترويجي والسياحي للدولة، وذلك من خلال الفعاليات المصاحبة المقامة في خيام الضيافة الإماراتية بالميدان الرئيسي للحديقة.
مرحبا بكم معنا مشاهدينا من جديد. وقبل الخوض في تفاصيلية الجولة 25 والقبل الأخيرة من دوري الخليجي العربية، نستضيف كالعادة ضيفنا العزيز الأستاذ عبد العزيز خروف، المدرب السابق للمنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة، وكذا المدرب الحالي لنادي الفجيرة للفئات العمرية. الأستاذ عبد العزيز خروف، مرحبا بك معنا. مرحبا أستاذ حمزة. نعم، شكرا لك أستاذ عبد العزيز على تلبيتي الدعوة. وقبل مشاهدينا الخوض في تحليل أول مباراة من دوري الخليجي العربي، نستعرض أهم النتائج. فريق الفجيرة تعثر فوق ميدانه وانهزم برباعية كاملة أمام فريق الوصل لأربعة أهداف مقابل هدف. فريق الظفرة صحى من غيبوبته وفاز على فريق الشارقة بهدفين مقابل صفر. فريق الجزيرة انهزم في نتيجة غير متوقعة فوق ميدانه أمام فريق الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين. أما فريق النصر ضرب بالثقيل على فريق نازل لحظيرة القسم الثاني فريق اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة. فريق العين المتصدر قام أو فاز بمقابلته التي جمعته بنادي بني ياس وفاز بنتيجة واحد مقابل صفر، فيما آلت النتيجة الخامسة أو السادسة بين فريقي عجمان وفريق الإمارات لمصلحة فريق هذا الأخير فريق الإمارات الذي تمكن من الفوز برباعية كاملة أمام فريق عجمان مقابل هدفين، فيما انتهت المقابلة السابعة بين فريقي الأهلي والوحدة إلى التعادل الإيجابي واحد مقابل واحد. أستاذ عبد العزيز، نبدأ بالمقابلة الأهم التي وقمت الجولة التي جمعت بين فريقي الجزيرة وفريق الشباب. فريق الجزيرة الذي كان يحتل الصف الثاني قبل هذه الجولة، وفريق الشباب الذي كان يحتل الصف الثالث في هذه المقابلة. مقابلة كانت تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، مقابلة قمة هذه الجولة، لكن النتيجة كانت هي الأغرب بتفوق فريق الشباب خارج ميدانه في نادي أو أمام فريق الجزيرة، وتمكن من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في أغرب نتائج هذه الجولة، والنتيجة المحيرة أيضا في صفوف نادي الجزيرة وأنصار فريق الجزيرة. فما هي أسباب خسارة فريق الجزيرة، خصوصا أنه كان يتصارع مع هذا الفريق على حصد المرتبة الثانية؟ قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي موصول للجميع. استاذ حمزة، الجولة ما قبل الأخير لم تفصح بعد عن هوية اسم الوصيف إلى إشعار آخر، حتى الجولة الأخيرة وهذه من ميزات الدوري الخليجي العربي، وهذا الكلام قلناه من قبل والحمد لله تأكد الحين. مباراة الجزيرة مع نادي الشباب كانت خيبة أمل في للجزراويين، لأنه كانوا ينتظروا أفضل من هذه النتيجة، لأنه حقا فريق الجزيرة فريق كبير، فريق عنده إدارة كبيرة، إمكانيات كبيرة، كل هذه لم تشفع عليه أمام نادي الشباب الطموح، ولي يعني أكد باللي رأوا فريق يقدر يلعب الأدوار الأولى بلاعبين مغمورين من اللاعبين المواطنين، زيادة على ذلك لاعبين حقا مثل ما تصرحنا اللاعبين الأجانب أعطاه دافع معنوي وخلاه النتيجة هذه. لكن احنا الشيء اللي محير في هذه المباراة أن الجزيرة دائما يرتكبوا نفس الأخطاء، وهي الكرات القطرية. عندما شفنا في المباراة بداية كانت بداية موفقة، ليش؟ لأنه عندما تشوف الهدف اللي سجله علي مبخوت يعتبر من طراز عالي، لأنه لاعب يستقبل كرة هوائية من عمق دفاع فريق الجزيرة ويستقبلها بكيفية فنية يعني ممتازة ويسجل جول، لكن الفرحة لم تكتمل إلى غاية الدقيقة 30 أو 31 بنيران صديقة، يعني اللاعب سيف خلفان لاعب شاب من مواليد مواطن من مواليد 94 في المنتخب الأولمبي، التاريخ سوف يكتب هذا الهدف هذا. ليش؟ لأنه ارتكب يعني رجوع الشباب في النتيجة بواحد واحد. زيادة لذلك نفس الخطأ سيف خلفان تمركزه كان غلط مع عيسى عبيد، وين كرة نفس الشيء قطرية هوائية ما قدرش اللاعب سيف خلفان أنه يتصدى، وبالطريقة هذه هنا نطرح سؤال الأستاذ حمزة، حبذا لو الإعلام الثقيل يلقي الضوء على هذه الأسباب لنادي الجزيرة
ويشرح هذه الكبوات لنادي الجزيرة لإثراء دوري الخليج العربي بالفعل. ومعرفة بعض الأخطاء اللي ممكن قاعد يرتكبها نادي الجزيرة. نعم، بالإضافة لنادي الجزيرة فريق الشباب يحقق نتيجة إيجابية، أصبح الحين يتشارك في المركز الثاني برصيد 47 نقطة مع فريق الجزيرة، بقيت جولة واحدة لكلا الفريقين، فريق الجزيرة يرحل لفريق قوي فريق الوصل، أما فريق الشباب يستقبل فريق الظفرة، الفريق الذي يعاني في مؤخرة الترتيب. منطقيا نقول أن حظوظ فريق الشباب هي الأوفر لكسب المرتبة الثانية بالمقارنة مع فريق الجزيرة الذي يلعب خارج ميدانه ضد فريق الوصل. فريق الوصل هو الذي منتشي بفوزه الأخير على فريق الفجيرة. فما هي حظوظ الفريقين في الجولة الأخيرة من منافسة دوري الخليج العربي على المرتبة الثانية؟ والله هو بالنسبة للشباب يعتبر حق مشروع أنه يلعب كل حظوظه في هذا المباراة، لأنه يستقبل نادي الظفرة، ونادي الظفرة تأكد وجوده السنة الجاية إن شاء الله في دوري الخليج العربي. هذا ممكن راح يعطيه دافع معنوي، دافع علشان يلعب المباراة بكل أريحية. لكن الجزيرة سوف يرحل إلى نادي الوصل، ليش؟ لأنه مع نشوة الفوز اللي تحققها نادي الوصل على ملعب الفجيرة. زيادة على ذلك، نادي الوصل أمنياته أوكي، هو آخر شيء هو وصوله إلى المركز الخامس، لكن عندما تشوف المستوى اللي قدموه الأجانب كايو، إدرسون، فابيو ليما، هذا اللاعبين كل أجانب نادي الوصل، أجانب نادي الوصل أكدوا بأنهم قيمة فنية لا يستهان بها، وهذا اللي ممكن راح يعطي نكهة خاصة للمباراة ما بين الوصل والجزيرة. نعم بالفعل. أستاذ عبد العزيز، إذا تمكن الفريقين من الفوز في هذه المباراة التي يرحلان إليها، فريق الجزيرة يرحل إلى فريق الوصل، أما فريق الشباب يستضيف فريق الظفرة، فإلى أي مدى أو إلى أي جهة يمكن تحديد المركز الثاني؟ إذا فاز في هذه المقابلة يعني يصبح كلا الفريقين عنده 51 نقطة، هل يتم الفصل في هذه المقابلة عن طريق المواجهات المباشرة بين الفريقين أو لفارق الأهداف بين هو أول شيء يقول لك فارق الأهداف، بعدين المواجهة المباشرة، لأنه ممكن الجزيرة راح يكون عنده لو يفوزوا، لأنه عنده قوة ضاربة أمامية. نعم. ليش؟ لأنه فوزينيتش أو بدون فوزينيتش عندهم علي مبخوت اللي حقا أكد بأنه لاعب قادر أنه يحترف، وأنا نتمنى إن شاء الله. نعم. اللاعب علي مبخوت أنه يحترف في الخارج، لأنه راح يكون لو يحترف في الخارج راح يكون دعم كبير للمنتخب الإماراتي، وهذا شيء إحنا إن شاء الله نتمناه له. علي مبخوت لاعب واعد ولاعب قادر يعطي الكثير في الكرة الإماراتية. نعم، سواء للمنتخب الوطني أو حتى في الاحتراف الأوروبية. مشاهدينا، ننتقل للمقابلة الثانية التي جمعت بين فريق العين الزعيم المتصدر والمتوج بدرعية الخليجية العربية الذي تمكن من الفوز على فريق بني ياسة بهدف وحيد. أستاذ عبد العزيز، رغم أن الزعيم فائز بدرعية الخليجية العربية قبل 3 جولات من انتهائية دوري الخليج العربي، إلا أنه فاز على فريق بني ياسة بهدف وحيد وواصل بذلك سلسلة النتائج الإيجابية وتوسيع الفارق على فريق الجزيرة وشباب ملاحقيه أو مطارديه أقرب مطارديها. أستاذ عبد العزيز، فريق العين يبين أو يظهر في كل مرة أنه فريق من ضمن الكبار، يعني لا يستهزئ في جميع المباريات، يؤدي جميع المباريات بنفس المستوى، وبذلك أوقف سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها فريق بني ياسة خلال الفترة الأخيرة، وتمكن من الفوز عليها بهدف نظيف. فما هي أسباب خسارة فريق بني ياسة، وما هي سر تألق فريق العين؟ والله يعني عندما نقول فريق كبير، دائما الكبير دائما عندما يلعب مع الصغير يعطيه حقه، لو يستاهل يفوز عليه ب60 او 10 او 5 اهداف يفوز عليه. لكن احنا شفنا في مباراه العين وبنياس، شفنا عبور نادي العين محطه بنياس بدون مطب، هذا تاكد باللي عافيه نادي العين راي بخير، وهذا الشيء اللي خلى الكلام مدرب زلاتكو يقول احنا ماضيين قدما الى اخر مباراه، والاحتفال في عقر دارنا مع نادي الشارقه ممكن هنا راح يبين باللي نادي العين دائما الاهداف حقه مسطره من البدايه، وهو اللعب دائما على الادوار الاولى وعلى البطولات، وهذا هو الشيء اللي خلى نادي العين يفوز، وبالاخص عندما تشوف
التشكيلة اللي دخل بها نادي العين ضد بنياس تعتبر تشكيلة مغايرة تماما للمباريات السابقة. التشكيلة الاحتياطية يعني تقصد؟ لا عندما شفنا غياب دياكي، مهند العنزي، عموري، مجموعة كبيرة، والحال خالد عيسى، مجموعة كبيرة أساسيين كانوا خارج. رغم هذا فازوا بالمقابلة. ليش؟ لأنه أول شيء لتدوير اللاعبين، وهذا تعتبر قيمة للنادي في حد ذاته، وزيادة على ذلك القيمة الفنية في دكة الاحتياط، لأنه الفريق الكبير يعتبر كبير عندما يكون عنده البديل الجاهز، والبديل الجاهز خصوصا عندما يفوز بالمقابلة هذه، يعني فريق احتياطي يفوز بالمقابلة راح يكون دافئ أكثر للاحتياطيين أكيد. حتى يفرضوا نفسهم في الجولات القادمة. زيادة على ذلك احنا نشوف لاعبين يعني من طينت عموري ولا من طينت خالد عيسى حارس يعني المنتخب ودياكي، يعني لاعبين لا يستهان به، لاعبين يعني ما تقدرش يعني تستغنى عنهم في مباراة، لكن عندما تفوز بغياب هذه المجموعة الدلب للعين بخير الى الى اشعار الى اشعار اخر ان شاء الله. نعم بالفضل، شكرا لك استاذ. مشاهدينا، المباريات القادمه لفريق العين يلعب ضد فريق الشارقه، اما فريق بنياس يستقبل فريق الاهليه. مشاهدينا، مباراه الثالثه التي سنحللها اليوم بين فريقي الاهلي والوحده، والتي آلت وانتهت بالتعادل الايجابي، هدف في كل شبكه. استاذ عبد العزيز، الاهلي حاليا يحتل المركز السابع ب 38 نقطه، بينما يحتل فريق الوحده المركز الرابع ب 44 نقطه. مقابله انتهت بالتعادل الايجابي، رغم انها كانت مباراه متوسطه المستوى، الا انها عرفت الاثاره والحماس في العشر دقائق الاخيره، بعدما تمكن فريق الاهلي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 83، لكن فريق الوحدة لم يستسلم وتمكن من تعديل النتيجة في آخر رمق من هذه المباراة في الدقيقة 93. فكيف كان أداء هذه المقابلة؟ في المباراة هذه أستاذ حمزة نقول الدافع مفقود والأداء مردود، نتيجة متعادة على طول الخط، رغم كانت نتيجة منطقية نقدر نقوله؟ لا، نتيجة منطقية مع نسبة متفوقة لنادي الأهلي، لأنه حسب الفرص الضائعة لنادي الأهلي ورغم تواجد أحمد خليل، الكل هذا لم يشفع للأهلي أنه يكسب المباراة ويستقبل بين أرضه وجمهوره. ما جمهور، وهذا يدل باللي نادي الأهلي مثل ما صرحنا من قبل باللي يمر بفترة يقولوا لها فترة تحول. ليش؟ لأنه تذبذب في النتائج. تذبذب في النتائج، وزيادة على ذلك الفترة التحول هذه ممكن راح تخلي نادي الأهلي يراجع حساباته. ليش؟ لأنه ضيع كثير واستنزف نقاط كثير على ملعبه، اللي خلاته في مرتبة متواضعة جدا، يعني ما تعكسش الإمكانيات الكبيرة اللي يمتلكها النادي الأهلي، لأنه فريق كبير، فريق بطولات، فريق عنده لاعبين كبار، لكن السنة هذه ممكن نعيب على المدرب حق العين، دائما الشماعة حقه وهي الأسباب. في المباراة هذه يصرح يقول باللي من بين 20 فرصة سجلنا فيها هدف واحد، يعني رقم رهيب، لأنه أنت عندما تكون عندك تخلق 20 فرصة وتسجل فيها واحد، هنا فيه أمر علامة استفهام. ليش؟ لأنه عندما تخلق 20 فرصة وتسجل واحدة لازم تعمل تراجع حساباتك من ناحية الشق الهجومي. زيادة على ذلك شفنا باللي في المقابل نادي الوحدة لم يستسلم الضغوطات أو البريس حق الأهلي. احنا شفنا باللي التعادل، نقطة التعادل، الهدف التعادل اللي سجله إسماعيل مطر، كرة مقطوعة في المنطقة الأهلي، وزيادة على ذلك اللاعبين، كثافة اللاعبين المتواجدين في الشق الدفاعي حق الأهلي ما قدروش أنهم يضغطوا على اللاعب إسماعيل مطر بكل أريحية يسجل هدف التعادل في الإكسترا تايم، وهنا دل على أنه نعم المباراة كانت متعادلة على طول الخط. نعم، شكرا لك أستاذ عبد العزيز. بالنسبة للمقابلات القادمة لفريقي الأهلي والوحدة، فريق الأهلي يرحل في المقابلة القادمة إلى فريق بنياس، بينما فريق الوحدة يستقبل فريق النصر. مشاهدينا، وصلنا لفقرة كليب وانتو، ابقوا معنا، سنواصل لكم معكم بعد قليل. Thank you.
Dubai likes to push it bigger and better. This is not just one really cool stunt. It's a combination of the Dream Jump system alongside what will be now the world's largest urban zip line to base jump from. I think the first person that gets in that Dream Jump harness that does not have any prior sky experience is going to be in for a ride. I mean, that is, it's just crazy. Yeah! We go again!